السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم على اللوسيون ده او نقط كده محلول لفروة الراس علشان القشرة، قشرة الشعر، اسمه كريلا. طبعا ده ارخص علاج لقشرة الشعر، ده ب10 جنيه في الصيدلية. انا جبته، شفت عنه ريفيوهات كتير جدا ان هو حلو للقشرة. انا هقرأ لكم النشرة الاول. دي النشرة بتاعته، اهو مكتوب عليه التركيب ومكتوب عليه الخواص ومكتوب عليه كل حاجة والاحتياطات والاستعمال. طبعا هو بيستعملش في حالات الحمل والرضاعة، دي اول حاجة. طبعا التركيب بتاعه بقى والخواص ودواعي الاستعمال مكتوب عليه. دواعي الاستعمال: يستعمل محلول كريلا للتخلص، هو المفروض للصدفية اللي بيكون في الشعر، قشور زيادة، افرازات دهنية زيادة، كل ده هو علاج لي. اثاره الجانبية حاجات كتير جدا مكتوبة. طبعا بيقولوا ان هو ممكن يعمل حرقان، يعمل هرش، يعني ممكن يعمل حاجة. طبعا المفروض لو عمل اي حاجة من الحاجات دي بتوقفيه. انا بختصر لكم يعني اللي مكتوب. والاحتياطات ان هو طبعا لا يستعمل في حالة وجود عدوى، يستخدم مضاد للميكروبات لعلاج الالتهابات. يعني مكتوب حاجات كتير قوي هو فيه، بس انت لازم تجربي بنفسك طبعا علشان لو حصل معاكي اللي مكتوب ده تروحي توقفيه وخلاص، لكن ممكن ما يعملش معاكي. طبعا المكتوب دي حاجات مكتوبة يعني ان ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، لكن في حالات الحمل والرضاعة في كل الاحوال ما تستخدميهوش. طريقة الاستعمال مكتوب عليه: يستعمل محلول كريلا على المنطقة المصابة مع تدليك ناعم على الجلد مرتين يوميا او مرة حسب ارشادات الطبيب. يعني ما بتجيبيهوش على شعرك، انت بتعمليه على فروة راسك، يعني بتحطي شوية كده على ايدك وتدلكي فروة راسك بيه، تستخدميه مرتين، هو المفروض اسبوع تستخدميه اسبوع. انا جربته، ده حلو جدا، جميل جدا فعلا لعلاج القشرة. كريلا ده بيشيل القشرة على طول. انا جربته بقالي يومين والنهاردة تالت يوم. الحقيقة يعني هو حلو جدا ان هو بيشيل قشرة، لكن انا وقفته بعد يومين، وقفته خلاص مش هستخدمه تاني، لان هو رغم ان هو ممتاز لشيل القشرة، بيخلي ينضف فروة الراس فعلا، مفيش اي بتبقى قشرة في فروة الراس، لكن هو من اول استخدام ليا حسيت ان هو عمل لي كده زي حكة في فروة راسي، وعمل لي حرقان. والغريبة ان هو عمل لي حرقان في جلد وشي نفسه، مع انه ما كانش بيجي عند وشي اصلا، ده انا كنت باخد نقط كده اعمل فروة راسي بس، عشان ما كانش فيه قشرة كتيرة، بس كان فيه قشرة بسيطة كده عشان الحر وكده، فقلت اجربه لان انا شفت كتير شكروا فيه، فعمل لي حساسية رغم ان هو ممتاز، لكن زي ما قلت لكم عمل لي حرقان من اول مرة جربته فيها حسيت. بس انا قلت لا، يمكن بتهيألي، استنى. طبعا انت بتستخدمي بعد ما بتحطيه على شعرك، بتشطفي شعرك وترجعي تحطيه بقى تاني على شعرك مثلا، يعني تدهني الصبح وتدهني بالليل وتشطفي شعرك، والتاني يوم تكوني راسك نظيفة لمدة اسبوع. الكلام ده المفروض يقضي على القشرة تماما. هو من اول استخدام، مش هقول لكم ان هو يعني فعلا من اول استخدام انا لاحظت ان القشرة قلت جد، مفيش قشرة تقريبا من اول استخدام بعد شوية كده، ده اللي انا لاحظته. بس عمل لي زي ما قلت لكم حساسيه، فطبعا استنيت بقى، انا قلت لا اجربه تاني، انا يمكن كان بيتهيألي، فجربته تاني لقيت الحساسيه زادت، لان انا بقى يعني الحساسيه بقى امتدت لكل الجسم، كل بقى فيه حكه واحمرار، فقلت بقى ده يبقى هو ده السبب اكيد، الموضوع مش وشي بس ومش راسي. فطبعا انا كان المفروض بقى وقفته من اول يوم، لكن انا استنيت عليه تاني يوم كمان، فبصراحة هو عمل لي زي ما قلت لكم. تاني يوم بقى قلت لا خلاص مش هستخدمه تاني، لان انا اتأكدت كده ان هو ده السبب، ده اللي عمل لي الحساسية دي. الكريلا ده هو ممتاز للقشرة، بس يمكن هو ممتاز مع بنات ما بيعملهاش حساسية، يمكن انا يمكن بشرتي او ان انا حساسة ضد المكونات بتاعته دي، فعشان كده للأسف ما نفعش معايا خالص. بس خلاص الحمد لله، بمجرد ان انا وقفته خلاص الحساسية اختفت تماما يعني، بس برضو القشرة اختفت تماما الحقيقة. بس يعني ما كملتش اسبوع ولا حاجة انا عمال استخدمته. فهو العلاج ده سلاح ذو حدين صراحة، كريلا ده ان هو بيضيع القشرة فعلا، بس في نفس الوقت هو بيعمل حساسية جامدة، وطبعا ده غلط جدا ان هو يعمل لك حكة او يعمل لك احمرار،
او وبعدين هو بينشف الشعر شويه برضو. انت بتحطيه على فروه راسك، ما تجيبيهوش على شعرك، بس هو برضو بينشف الشعر شويه، ده اللي انا لاحظته. بس حكيت ان هي منشف الشعر مش دي المشكله الحقيقه، هو المشكله بس الحكه والبقع الحمراء اللي في الوش، وبعدين يعني بتمتد كمان للجسم لما بتكرريه تاني، فدي بس مشكلته. فده الحقيقة ممتاز للقشرة، نتيجته بتبان على طول من اول يوم. اول يوم هتستخدميه هتلاقي فعلا ان هو نضف فروة راسك خالص من اي قشرة. بس طبعا هيكون جميل لو ما عملكيش حساسية، لكن هو مش هيكون، هيكون حاجة مش كويسة ابدا لو عملك زي ما عمل معايا حساسية واحمرار وحكة، لكن شال القشرة. لكن هو عمل لي الحساسية اللي بقول لكم عليها ونشف لي شعري شوية، فهو عشان كده انا مش عارفة يعني. انا طبعا مش هستخدمه تاني لان الحساسية دي بتكون خطيرة، لازم توقفيه. حتى هو في النشرة بيقولك لو عملك اي حساسية وقفيه فورا. فهو طبعا ده يعتبر بحاله يعني، انا ما خدتش منه غير هو بس يومين، ومش بانتظام، مش صبح وليل يعني. بس هو قوي جدا جدا صراحة على القشرة يعني. يا ريت لو هيعملوا منه منتج تاني بنفس الجودة على القشرة، بس ما يعملش حساسية يعني. في اكيد في مكون هو اللي بيتسبب في الاحمرار والحكة الفظيعة اللي بتيجي معاه دي. فانا قلتلك عشان لو هتجيبيه، انا قلتلك تجربتي، انا ما شفتش عمل حساسية مع حد الحقيقة. انا شفتهم كلهم يعني، كل الريفيوز اللي شفتها بتشكر فيه جدا، وانا عشان كده جبته، لانه كمان سعره رخيص، ده ب10 جنيه. فهو انا قلت اجربه لانه سعره رخيص، وفي بنات كتير جدا شكرت فيه ودكاتره كمان الحقيقه. فانا عشان كده جبته، وانا قلت اكيد هيبقى كويس. محدش قال حكايه انه بيعمل حساسيه، لكن انا بس عمل معايا حساسيه، ويمكن يعمل مع بنات تانية كده. فانا عشان كده بقول لك، علشان لو عمل معاكي زي ما عمل معايا كده، لا ما تستنيش عليه بقى، ما تستخدميهوش، وقفيه، عشان كده هيبقى غلط. دي تجربتي انا. لو انت تحبي هتشوفي الريفيو يعني قبل ما تجيبي العلاج ده اللي هو كيريلا ده، فانا بقولك ان هو حلو قوي على القشرة، جميل بيخفيها تماما، بس حتة الحكة والبقع ونشفان الشعر شوية دي الاعراض بتاعته. بس طبعا الحكة هي اللي ما ينفعش نستنى عليها، او الحساسية اللي بيعملها الجامدة دي. بس كده، وده كان الريفيو بتاعي النهاردة عن اللوسيون ده اللي اسمه كيريلا، اللي هي بيشيل قشرة الشعر، محلول لعلاج قشرة الشعر كيريلا ده، طبعا من الصيدلية، سعره 10 جنيه، جميل جدا على القشرة، بس بيعمل حساسية لبعض البنات، وممكن يعمل بقع حمراء كمان، بينشف الشعر شوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش اللايك والفولو على الانستجرام، وارسليكوا. باي باي.